هنكمل الأسئلة، وهنكمل أسئلة بتبين قاعدة لينز في الشكل المقابل، وده شكل مشهور. حدد اتجاه التيار في الملفين ألف، ملف A وملف B. ادي الملف A، ببعد المغناطيس عنه، دي عبارة عن حلقة واحدة، ملف عبارة عن حلقة واحدة، وده ملف B برضك حلقة واحدة. هنا بقرب الايه، طالما ببعد المغناطيس هنا يبقى لازم يكون القطب ده، القطب اللي في المقارب ليه ببعد ليه يبقى عكسه، يبقى القطب ده لازم يكون قطب جنوبي، يبقى لو ده شمالي يبقى ده يبقى جنوبي، واللي تحت هنا هو اللي هيبقى شمالي. نيجي هنا الاول حددت الاقطاب، نفس الكلام، بقرب يبقى لازم القطب القريب ده يعني فوق الملف كده يبقى قطب شمالي، وتحت الملف يبقى قطب جنوبي. هطبق قاعدة امبير اليد اليمنى او قاعدة عقارب الساعة، هقدر اعرف اتجاه التيار ماشي ازاي. فهلاقيه في الملف، في الملف بي لو خدت من الناحية دي، يبقى هنا اتجاه التيار عكس عقارب الساعة في الشكل بي، ومع عقارب الساعة في الشكل ايه. ليه عكس في بي؟ لاني قطب شمالي فوق، يبقى انا كده فعلا عكس عقارب الساعة. لو هناك الناحية التانية عكسه، لو شاورت بالابهام لتحت في الملف ايه، هيبقى الاصابع كلها بتتم ماشية مع عقرب الساعة، والصباع اللي هو بيشاور للقطب الشمالي اللي هو تحت، تحت عند ناحية يعني جهة الايه تحت كده، يبقى كده التيار في ايه مع عقارب الساعة. ونوع التيار في الحالتين، هو عايز يعرف نوع التيار المتولد، نوع التيار تيار تأثيري، لان طبعا القوة الدفع الكهربائية المتولدة في اللفات دي قوة دفع كهربائية تأثيرية. اسم القاعدة اللي انا استخدمتها عشان احدد اتجاه التيار هي قاعدة لينز، بالاضافة الى قاعدة عقارب الساعة، لان عقارب الساعة هي اللي هتحدد لي اتجاه التيار، ولينز هتحدد لي اتجاه قطب الملف، ومن قطب الملف اعرف اتجاه التيار بقاعدة عقارب الساعة. وعايز النص بتاع القاعدة، ادي النص كمان، وادي الاجابة بتاعتك اهي كلها كاملة، تقدر تنقلها بعد ما شرحناها بالشرح ده. ولو عندك اي تساؤل عايز بالنسبة بعد ما تسمع الشرح، اكتبه تحت الفيديو واحنا تحت امرك، هنجاوبك ونعمل لك رسمة توضيحية لاتجاه التيار، ويعني ممكن نحط ايد بقى بتبين القواعد اللي اشتغلنا بيها اللي هي قاعدة عقارب الساعة. مسألة تاني، ادي ملف وادي جلفانو وادي اي بي مقاومة، وادي نفس الكلام من ناحية، المغناطيس ده بيتحرك في الاتجاه ده. طالما المغناطيس بيتحرك في الاتجاه ده اهو كده، يبقى ده هيبقى قطب اللي انا واقف عليه بالمؤشر ده، ده هيبقى قطب جنوبي زي ده، لانه هيبقى عكس ده، وبما انه بيبعد عن الملف واي، يبقى الملف واي هيبقى القطب بتاعه الاول مبدئيا كده. لو ده شمالي ده بيبعد، يبقى ده هيبقى جنوبي، يبقى ده هيبقى جنوبي، وده هيبقى جنوبي. طيب لو انا ده قطب جنوبي يعني ده قطب شمالي، يعني كده التيار ماشي ازاي؟ يعني التيار نازل ماشي كده ماشي كده ماشي كده، يبقى التيار طالع فوق كده، يعني التيار جاي من ال بي، يبقى التيار جاي من ال بي. نيجي هنا بقى، بما ان ده قطب بردك شمالي، يبقى ده قطب، ده قطب جنوبي، يبقى ده قطب شمالي. ده بيبعد، ده شمالي، يبقى ده جنوبي، يبقى اللي هناك ده شمالي، يبقى التيار بتاعي طالع فوق، يعني طالع كده، يعني التيار جاي من دي لسي. يبقى هنا احدد اتجاه التيار المستحس في المقاومتين اي بي وسي دي، وحد عندما تكون حركة المغناطيس ناحية اليمين، يعني ماشية في الاتجاه ده. طب نشوف الاجابة اللي احنا قلناها دي مكتوبة. يبقى اول حاجة من ايه لبي في الوضع التاني، نتيجة الحركة دي زي ما احنا وصفنا وشرحنا. بيقول لي هنا ماذا يحدث عند زيادة حركة المغناطيس ناحية اكس؟ هزود المغناطيس حركته، اخليه سريع، ايه اللي هيحصل؟ هيزيد التيار هنا. طب طالما بزود هنا، طالما بزود المغناطيس، يبقى معدل التغير بيزيد، يبقى القوة الدفع الكهربائية المستحسة هتزيد، يبقى المؤشر، يبقى هي هو ده اللي هيحصل. وهنا برضك القوة الدفع الكهربائية المستحسة والتيار التأثيري في الحالتين هيزيدوا. طب لو تحرك المغناطيس في الناحية العكسية، يعني مشي في الاتجاه العكسي، هنا بقى ما بيكلمنيش عن زيادة حركة، هنا بيكلمني عن انه اتحرك في الاتجاه العكسي. لو اتحرك في الاتجاه العكسي ايه اللي هيحصل؟ هتنعكس كل حاجة. لو ده ماشي الاتجاه العكسي، يبقى هيبقى القطب ده، هيبقى القطب ده شمالي، وهيبقى القطب ده شمالي. يعني لو جه كده يبقى ده شمالي عشان يقاوم ده،
وإذا وبالتالي انحراف المؤشرات في الجلفان وهت إيه هتنعكس عن الحالة الأولى. ودي الإجابات عندك هي تقدر تتفرج عليها. الانعكاس ينعكس اتجاه المؤشر، الانعكاس اتجاه القوة الدفع الكهربية المستحثة، والانعكاس التغير في الفيض. مسألة بتقول لك مغناطيسين متماثلين بالظبط زي ما انت شايف كده يسقطان معا لأسفل من خلال حلقتين معدنيتين في نفس الارتفاع من نفس الارتفاع، يعني السرعة هتبقى واحدة، احدى الحلقتين مفتوحة والاخرى دي مفتوحة كده ودي مغلقة. طبعا المفتوحة ديت هيحصل ايه؟ مش هيتولد فيها تيار تأثيري. ليه؟ لأن الدايرة مفتوحة، لكن دي اللي هيتولد فيها تيار تأثيري عكسي بيقاوم ده، يعني دي اللي هيبقى ليها قطب هيقاوم النزول. بيقول لي بقى يصل ألف يصل إلى الأرض، بيقول لي بقى مع التعليل، يعني هنا بيقول لي مع التعليل ايه يصل إلى الأرض أولا، بي يصل إلى أولا ايه اللي هيحصل، يعني عايز يكمل فأنا مين هيوصل لإيه للأرض الأول. طبعا اكيد اللي هيوصل للارض الاول ده ايه، ايه يصل للارض اولا، ايه هيصل، لان مش هيلاقي اي مقاومه، هو ايه لان ده هيتقاوم في الحالتين، ده هيتقاوم وهو نازل هيتكون قطب شمالي هنا فهيقاوم، وهو خارج هيتقاوم لان برضك هيتكون تحت قطب شمالي عشان يجذب القطب الجنوبي هو نازل بعد ما ينزل. الإجابة المغناطيس إيه يصل إلى الأرض أولا اللي هو إيه زي ما احنا اتفقنا، إيه السبب لعدم تولد تيار تأثيري في دايرته بحيث إنها مفتوحة، أما الملف المغناطيس بيه يتولد فيه تيار تأثيري يقاوم حركة التقارب فيحدث تنافر ويؤخر وصوله إلى الأرض، يعني هيحصل تنافر وفي نفس الوقت هيحصل بعد ما يعدي هيحصل تجاذب بعد ما يعدي، فيعني التنافر أثناء ما يكون المغناطيس أعلى الملف وتجاذب، يعني هنا تنافر وتحت التجاذب، فالحالتين دول هيبطئوا حركة المغناطيس وهيخلوه أبطأ من المغناطيس في الحالة إيه. عايز بقى يعرف اتجاه التيار المستحث في سلك مستقيم، بدأ يتكلم عن قاعدة إيه، عايز يشوف التيار ده هيمشي إزاي، فجت من هنا قاعدة اليد اليمنى لفليمنج. احنا كنا خدنا قبل كده قاعدة اليد اليسرى لفليمنج، بقى جبنا قاعدة اليد اليوم. احنا كنا عايزين نعرف ايه اللي احنا عايزين نعرفه هنا، وادي اليد اليمنى مرسومة زي ما انت شايف كده، قاعدة اليد اليمنى لفليمنج. انا عايز اعرف اتجاه التيار التأثيري. انا عارف اتجاه الحركة اللي بحرك فيها سلك، لو ماسك سلك بحركه مثلا سي كان ده اتجاه الحركة، وانا عندي اتجاه المجال المغناطيسي كده يبقى اكيد اتجاه التيار كده. فبيقول لك اجعل اصابع اليد اليمنى الابهام والسبابة والوسطى معا والوسطى ومعه باقي الاصابع الوسطى ده ومعاه بقية الاصابع دي متعامدة على بعض، يعني اهو شايفين ال 3 دي ده اهو، ده عمودي على ده عمودي على دول، بعدين بحيث يشير السبابة الى اتجاه المجال، ادي السبابة هو بيشير لاتجاه المجال، والابهام الى اتجاه الحركة، عندئذ يشير الاوسط ومعه باقي الاصابع الى اتجاه التيار، الى اتجاه التيار. وهنطبقه كذا مرة وهنشوف الكلام ده يعني، بس احنا خدنا القاعدة دلوقتي ان دي قاعدة اليد اليمنى، بدل ما كنا بنتكلم عن فليمنج اليد اليسرى، لا بقت اليد اليمنى، ان انا لو بحرك سلك ولو رجعنا كده وطبقنا القاعدة دي وخدنا الايد دي معانا، ممكن يعني مثلا لو عايزين نطبق القاعدة ديت، ادي اتجاه المجال اهو من الشمال للجنوب اهو الاتجاه ده، هاخد الصباع ده اشاور بيه كده، ولو انا بحرك السلك الاعلى، لو انا بحرك السلك الاعلى هيبقى ولفيت صوابعي كده، لو انا بحرك السلك الاعلى يبقى انا كده مشاور بالسبابة في اتجاه المجال ومشاور لاتجاه الحركة الاعلى، هيكون التيار للخارج، هيبقى التيار خارج من بي الى ايه. طب لو انا بحرك السلك الاسفل هيحصل ايه؟ لو انا بحرك السلك الاسفل يعني الحركة دي هيبقى هعكس الكلام ده، هطبق بس المجال هو هو، هشاور على المجال زي ما هو هو واخلي الحركة والف ايديا واخلي الحركة لتحت، هلاقي ان التيار بيتحرك من ايه الى بيه، التيار هيتحرك من ايه الى بيه، اتجاه التيار هيبقى من ايه الى بيه لو كان لاسفل، ويبقى من بيه لايه اذا كان لاعلى، يبقى التيار
بيتذبذب بين A و B أثناء حركته فوق وتحت. التيار بيتردد، التيار بيتردد، تخيل بقى عمال يغير اتجاهه. يعني ارفع السلك اللي فوق، لو انا رفعت السلك لفوق يبقى التيار بتاعي هيبقى من B ل A، ولو انا نزلت السلك لتحت هيبقى التيار بيبقى من A الى B. وكده يبقى احنا طبقنا قاعدة فليمنج لليد اليمنى على الرسمة الجميلة دي. رجع تاني الأسئلة اللي هي الخاصة بعلي اللي خدناها في الملف السابق، حطيتها لك ايه عشان تضيفها لضمن الأسئلة اللي خدناها في هذا الملف عشان تبقى العملية بالنسبة لك واضحة.